مرحبا بكم في موجز أخبار العالم من قناة الجامعة المغربية كامبوس ماروك تيفي. حذرت إيران من تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بأمنها في الخليج، وذلك ردا على التقارير التي تحدثت عن تحرك لغواصة إسرائيلية وأمريكية باتجاه المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب: يدرك الجميع ما يعنيه الخليج الفارسي بالنسبة لإيران. وأعلنت البحرية الأمريكية الأسبوع الماضي أن غواصة أبحرت في مضيق هرمز في خطوة اعتبرت استعراضا للقوة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية في العراق. ونقلت تقارير صحفية عن وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن عبور غواصة إسرائيلية قناة السويس في طريقها إلى الخليج أيضا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون الإغاثة والإنفاق الحكومي من فيروس كورونا الذي أقره الكونغرس قبل أيام، قيمته 900 مليار دولار، يمنح إعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة بسبب فيروس كورونا. أصدرت الصين حكما بالسجن 4 سنوات على صحفية مواطنة كشفت معلومات عن تفشي فيروس كورونا في ووهان، وأدينت الصحفية بتهمة التحريض على الخلافات وإثارة المتاعب، وهي تهمة عامة كثيرا ما تستخدم لإسكات منتقدي الحكومة. ألمح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عما قد يكون عليه موقفه بحلول نهاية الموسم الكروي الجاري 2020-2021، وسط غموض يكتنف مستقبله مع فريقه الحالي برشلونة الإسباني والذي ينتهي تعاقده معه بحلول يونيو حزيران 2021. وقال مهاجم برشلونة لقناة لاسيكيستا التلفزيونية الإسبانية: لا أعرف ما سأفعل بعد، سأنتظر حتى نهاية الموسم، أملي أن ألعب في الولايات المتحدة وأود ذلك وأن أجرب الحياة والدوري هناك، ثم أردف، لكني في النهاية أعود بشكل ما إلى برشلونة. دعا كل من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية الفرنسية السلطة السعودية إلى الإفراج المبكر عن الناشطة لوجين الهذلول التي صدر بحقها حكم بالسجن ل5 سنوات و8 أشهر. وشمل حكم المحكمة الجنائية في الرياض الصادر اليوم مادة تسمح بوقف تنفيذ 2 و10 أشهر من فترة العقوب، ما قد يعني إمكانية إطلاق سراح الهذلول بعد أشهر، حيث أنه قد قبض عليها في عام 2018. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.